مرحبا بكل من التحق بنا في استديوهات برنامج الماتينال. بحثنا الاستاذ المحامي سي الهادي حمدوني. مرحبا بك سيدي. صافا؟ الحمد لله. الحمد لله. اليوم نحكيو على القضايا اللي قاعده نقولوا احنا بتونسي راقده في المحاكم. شنو اللي خلاها راقده؟ هو اولا خلينا نحكيو واش معناها راقده. راقده لازم تكون 6 اشهر 3 اشهر 4 اشهر عام. لكن عندنا قضايا راقده وصلت حتى ل 10 سنوات. وهو مثلا خير دليل على ذلك. انا عندي مثلا هذه مواطن تونسي قضيته منشوره في المحكمه الاداريه من 2011 ولحد الان قدم مثلا طلب باستعجالي للنظر في القضيه بعد 10 سنوات ولحد الان القضيه هذه ما تفصلتش. علاش القضايا اسكو الانواع الكل نتاع القضايا هي تتم انه هي تؤجل ولا ما يقعش النظر فيها والا القضايا الكل مهما كانت نجموا تقعدوا بيريود؟ هو تقريبا ولات القضايا كل بما فيها القضايا اللي نسميوها احنا بالقانون القضايا الاستعجاليه. حتى القضايا الاستعجاليه علاش فقدت الصبغه الاستعجاليه نتاعها واللي هي مربوطه بحقوق مؤكده وحقوق تنجم تضيع في وقت صغير في شهر وفي جمعه وفي جمعتين. وعندنا ما يسمى حتى بالقضايا من ساعه الى اخرى واللي تتاجل بجمعتين وبثلاثه جمعات واللي هي تحفظ حقوق تنجم تمشي الحقوق هذه في جمعه وفي نهار وفي نهارين وفي غيره. الاسباب متعدده. اولا خليني نقولها بكل معناها صراحه تخلف المنظومه القضائيه التونسيه تقنيا اولا واداريا. الروتين الاداري في تونس الورقه اللي تنجم تحضر في ساعه تحضر في جمعه وجمعتين. احيانا تتاخر قضايا في انتظار الاختبار لمده سنوات واللي هو في الاصل معناها تتطلب الحكايه انه الخبير يمشي على عين المكان في ساعه ولا ساعتين في نهار نهارين يحضر التقرير نتاعه ويقدمه. بيروقراطيه معناها تحب تقول من الاسباب من اكثر الادارات اللي فيها بيروقراطيه هي المحاكم التونسيه. وهذا كلام اكيد باش ياكدوه المشاهدين اللي انا متاكد اللي اغلبهم يعملوا هكا بريوسهم يعرفوا واش معناها تدخل المحكمه في تونس. ومانيش نتحدث على محكمه بعينها، انا اتحدث على محاكم بجميع اصنافهم ما عدا والاستثناء وارد هو المحاكم العسكريه اللي فيها اقل عدد نتاع قضايا واللي اكثر نظام من بقيه المحاكم العدليه اللي موجوده في تونس. الاشكال يدخلوا فيه اكثر من شخص، يدخل فيه المحامي احيانا يكون التاخيرات من عند المحامي وبعضها يكون غير مبرر، خلينا نقولوها بصدق. الثانيه التاخير من عند كتابه المحكمه في حد ذاتها في تحضير الملفات لانه يعني الملف يتعدى بطور تحضيري نشر القضيه ومعناها تعيين الجلسه وغير ذلك. الاكتظاظ الكبير اللي موجود خاصه توا نعيشوا فيها بشكل كبير، عشنا عامين المحاكم مسكره بين كوفيد واضرابات الساده القضاه والساده كتبه المحامين كتبه المحكمه. فانه هالاكتظاظ هذايا امام عدد ضئيل اللي هي المنظومه القضائيه. نحكيو على 2011 كانت تنتظر دخول 800 قاضي لي على الاقل زحزحت بعض الملفات والعمل اكثر ما يمكن على الملفات هذه للتسريع فيها. الاكثر من ذلك تحلت محاكم جديده، محاكم استئناف ومحاكم عقاريه وفروع المحكمه الاداريه واللي يعتمدوا نفس العدد نتاع القضاة الموجود. وعندنا تقريبا مده معناها ما عندنا قضاة بطالة ما يخدموش وما تزلنا. عندنا طلبة حقوق بطالة بالألاف، المناظرات مغلقة أو حتى لو كانت حالة المناظرة تاخذ عدد ضئيل ما يتماشاش مع عدد القضاة أو النقص الموجود في القضاء التونسي، مع إضافة محاكم جديدة اللي نقصت من العدد نتاع القضاة اللي يحكموا اللي يخدموا في المحاكم. ثانيا عدم القدرة على التوزيع المحكم للجلسات وغيرها وغيره. فإنه أحيانا بعض الدوائر تشهد اكتظاظ كما الدوائر نتاع الشيكات كما الدوائر نتاع القضايا الجناحية وغيره، فإنه يلزم تكون الجلسات أكثر من جلسة. فإنه ساعات تلقى محكمة مرة واحدة يجلس جناحي في الجمعة وهي تدخل بقضاء بملفات أكثر بعدد. إذا كان نحكي لك على 1500 ملف و2500 ملف يدخلوا لدرجة أنك ما عادش تنجم لا ترى لا القاضي لا كاتب من كثرة الملفات الموضوع أمامه. لا احنا فتنا تو عملنا ركور وصلنا نص الليل. هي سندريلا تروح قبل نص الليل، احنا ولينا نروح بعد نص الليل. لذلك فانه اي مجهود والا شنو الانرجي اللي نجم نلقاه انا عند المحامي باش يدافع وشنو زاد التركيز اللي نجم نلقاه انا عند القاضي باش يحكم. وهذه باش نكونوا معناها نقولوا للاسف الشديد امانات. واذا كان فسد القضاء في اي دوله في العالم او
تخلى الخراب للقضاء في أي دولة في العالم، فإنه نجد إنه المواطن بدأت عنده أزمة ثقة مع القضاء. الحل تويك شنو ينجم يكون؟ ما نحكيو على خاطر إحنا مازلنا ما نحكيوش على الرقم، أنا خاطر مازلنا نحكيو على دوسيات كيما أنت تحكي، نحكيو على أوراق ضايعة، نقصات قضايا ما يتمش البث فيها على خاطر فما ورقة ضاعت ما فماش. بالحق هذا نشوفوا فيه ونسمعوا فيه يومي. أما وقتاش ندخلوا في الرقم أنا مثلا، وقتاش باش نوليو هكا بلو مودرن؟ ما نجمش نشكك في حتى قاضي، وما نجمش نشكك في حتى محامي، وما نجمش نشكك في حتى شيء، جوست نقول قلة نظام موجود. هو خلينا نقراو حسن النوايا بدون استنكاس حسن النوايا. موجودة مجموعة من القضاة تعمل يوميا صباح لليل، ومحامين واقفة في الجلسات من صباح لليل، وتعبنا معانا كتبة المحاكم بالضبط. وتعبنا الكتبة نتاعنا كمحامين واستنزف منا مجهود كبير، خذا من صحتنا ومن وقتنا لعائلاتنا ومن كذا، واحنا ماناش عاملين مزية. لكن هل انه فعلا ثم حاجات بسيطة تنجم تحسن الظروف اللي نجموا نخدموا فيها؟ نعم موجودة. شلون مثلا؟ الرقبة أنا ما زالت بعيدة شوية على التوانسة، لأنه أولا ما عناش العباد اللي قابلة والإرادة متاع الرقمنا، لأنه عنا كتبة وغيره يحب الورقة وستيلو، عنا أشخاص غير قادرة على التعامل مع المنظومة المعلوماتية الموجودة، رغم أنه نسى كل توا في عصر 4G البورتابل فيه كل شيء، وتقريبا عبارة على حاسوب الهاتف تنجم تدخل منه تبادل تقارير، نجم يكون عن طريق الإيميل مثلا. أن نزيدوا أن نمشيوا أكثر من هكا، إضافة أكثر عدد ممكن في الجلسات اللي تشهد اكتظاظ، محاولة على القليلة خلينا نأسوا نواة رقمنا في تونس، لأنه باش نكون واضح تصبت برشا هبات لوزارة العدل، لكن ما تمش استغلال الهبات هذه، وخلينا نقولوها بالفم والمناية، فما شبهات فساد في بعض الهبات اللي جات لوزارة العدل. يعمل في دوسي تو شي عملية قضايا تو لك. لا هو الكلام انا نتحمل مسؤوليته. انا نتحمل مسؤوليته، وموجوده شكايات في الموضوع هذا بما فيها ما يخص الهبه اللي قدمها الاتحاد الاوروبي. حاليا تقدمت هبه جديده من الولايات المتحده الامريكيه، واللي هي الحمد لله حاليا تم مراقبه فيها، لكن نتحدث على الهبه القديمه اللي قيمتها حوالي 49 مليار ليره كمنت المحاكم التونسية. حاليا نلقاو مثلا عملوا ما يسمى بالتلفزة اللي تحط فيها القضايا والمآلات، هي موجودة أمام معناها قاعات الجلسات وما تخدمش، تعمل مرسوم كامل للمحاكمة عن بعد لحماية الموقوفين من أنه تنتشر العدوى نتاع كوفيد، عافانا وعافاكم الله. لحد الآن استعملوها بعض المرات، وحاليا رجعنا للعباد فوق بعضها في الجلسات. احنا لطفي ربي ان شاء الله ربي منعنا من موجه جديده، لكن يجب البحث حاليا على بالحق المحاكمه عن بعد، على انه يتم تبادل التقارير عن بعد، ثانيا فتح المناظرات وتكوين اكثر ما يمكن من الاعداد، اولا تنقص البطاله، ثانيا ضخ دم جديد في القضاء التونسي، وهذا حاجه باهيه. جيل جديد متمكن من معلوماتيه، متمكن من ادوات البحث، لانه احيانا نتصدموا ببعض شويه زاد اللي باش يمشي يخرج يزمو يعاين، زاد يكون شويه يتحرك ويمشي ويعاين، فهمت؟ مش نقارن قاتلين رواحنا على الخدمه، نهار نلقاو خدمه ونقعدين، لا والله اليوم مانيش خارج ولا اليوم مانيش داخل، سانسيغمون حتى زاد الضمير المهني عنده دخل. اكيد جدا. شوف انا من الاول كي بديت معاك قلت المنظومه كامله، وسميت حتى المحامين، سميت القضاة، سميت كتبة المحاكم اللي هما يدخلوا في المنظومة هذه، ونزيدوا معاهم السادة عدول الشهاد وعدول التنفيذ وغيره من المداخلين والخبراء العادلين، حتى المواطنين العاديين اللي عنده شكاية ولا غيره، زاد شوية نظام وشوية نحترموا بعضنا، يدخل زاد في الاكتظاظ ينقص وبرشا حكاية. هو احنا نعيشوا في تونس، فماش واحد باش يتنظم وحده. إذا كان أنت ما تفرضش قواعد معاملة ومعناها مدونة سلوك بين المداخلين في الحياة القضائية، العلاقة بين المواطن والكاتب، العلاقة بين القاضي والكاتب، ونتذكروا ما عندهاش أيامات معناها ثم اعتداء صار بين قاضي وكاتب معناها وصارت على إشكالية، فإنه إذا كانت تنتفي المدونة بتاع السلوك هذه، ونحسوش أنفسنا كنا أطراف متداخلين وعنا رزق عباد نحميه فيها. لأنه أنا نحكي لك على تاجر اللي تبقى قاضيته 7 أو 8 سنوات على شيك بدون رصيد، اللي هو الاكل 100 مليون ولا 50 مليون عن تاجر تسوى فلوس وتسوى مدخول وتسوى تفيا للدوله في حد ذاتها، اللي هي ساعات مشكله على كيما هكا تحكي لي تاجر ينجر عليها طلاق، ينجر عليها وقت شغل، دمرت عائلات برشا حاجات. وش التاجر هذاك بيدو اللي يستنى في خلاص الشيك نتاعو، هو بيدو عاطي شيكات شي حل مشاكل اخرى، معناها هو بيدو عاطي شيكات وينتظر في انه يخلص في هذيك باش يعطي اي تو. شنو الحل تو؟ انت جيت طرحت الحل في الماتينه،
انا معك الحلول. اي انتم ما عملتوش ما نعرفش انا لجنه حكيتوش انتم كمنظومه كامله وصلتوش صوتكم لوزاره العدل ولا غيره؟ هو اكثر من نداء توجهت به عماده المحامين والفرع الجهوية المحامين، أكثر من نداء توجهت به جمعية القضاة الشبان وتوجهت به النقابة نقابة القضاة وبما فيهم الآن موجودة زاد نقابة الكتبة هي في حد ذاتها دخلت. فإنه البحث عن الحلول يلزم يكون أولا تشاركي بين الفئات، هذا المهم. اثنين يلزم الأهم أن تتوفر إرادة وتوفير الإمكانيات اللازمة لتحسين ظروف العمل بالمحاكم. اولا الرقمنا رانا امر لازم لابد منه، ما نجموش نتفصاو من 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 رقمنا لانه حبينا ولا كرهنا يلزمنا ندخلوا للرقمنا. ثانيا التجهيزات المتواجده في المحكمه، عندنا محاكم بشتيح، عندنا محاكم بابها باب جراج، عندنا محاكم محطوطه في زنقة اللي المواطن العادي يضيع باش يلقاها. لذلك فانه يلزم تتحسن البنيه التحتيه للمحاكم، التكوين المستمر لكتبه المحاكم، التكوين المستمر للقضاة، التشغيل اكيد جدا، فتح المناظره نتاع القضاء وطلب اكثر عدد ممكن لضخ دم جديد لدعم المنظومه القضائيه اللي للاسف الشديد، وهذا نداء استغاثه نوجهه للحكومه التونسيه، نداء استغاثه انه المنظومه القضائيه في تونس بصدد الانهيار، وراهو ولينا في ازمه ثقه مع المواطن اللي ما عادش ينجم يتحصل على حقه بالسرعه المطلوبه وبالطريقه المطلوبه. فانه طول اجراءات التقاضي تحين تماما الى انه ينقضي الحق ويضيع. المحاكم الفرنسيه اتجهت انه طول اجراءات التقاضي موجب للتعويض من عند الدوله، الدوله تعوض للمواطن اللي قضيته طال نشرها على المعتاد. نزيدوا تحسين التشريعات الموجوده لانه الاجال الموجوده في المرافعات المدنيه ومجله الاجراءات الجزائيه هي اجال طويله، وفما بعض المراحل في التقاضي ما فيهاش اجل محدد ومفتوحه الى ما نهايه، ويقول لك الى حين يصير ملف جاهز الى البت. ساعات ملف جاهز وتنجم تبت فيه للاسف شديد، معناها هذا اللي عنده قضيته عنده 10 سنين عنده ولد وتولد نهار رفع القضيه توا يقرا رابع ابتدائي. الوليد معناها ينجم يواصل يتخرج ويترافع على بوه ياخو، هو يكمل على بوه، هو الراجل مازال ما تحكمش. بالحق انا حبيت ننقل تشكي هذا به، هو راهو مش تشكي قد ما هو محلاها الفازه. علاش؟ على خاطر انت ما جيتش لهنا من باب انك تحب توري النقص، بالعكس انت جيت لهنا من باب انه نحسنوا انه نمشوا لما افضل لبلادنا ولتونس الكل، معناها للتوانسه الكل. على خاطر اذا كان ما فماش عائله في تونس ما عندهاش قضيه، وما فماش في عالم فماش محامي، وما فماش عائله فماش قاضي، دونك احنا رانا نحكيو كتوانسه في بعضنا كنا باش نرتقيو ببلادنا، باش نرتقيو كي نحكيو على البيئه رانا باش نرتقيو ببلادنا، باش نحكيو على القضاء نرتقيو ببلادنا. هذا الهدف نتاع البرنامج، هذا الهدف نتاع العباد اللي تجيب حذانا وظيفنا اللي يشرفونا. ميرسي سيدي، ما جيناش للانتقاد، جينا للنقد البناء. وجيت بحلول، انت ما جيتش باش تقول والله ما فماش وما فماش وقعد. الحلول ما تكلفش برشا على الدوله. صحيح، اعطونا شويه اراده، اجا نحكيو نقعدوا على طاوله واحده الناس الكل، وبقدره ربي نخرجوا بحل، تخرج الناس راضيه، احنا راضين، تسهلوا علينا نربحوا صحتنا ونربحوا الفلوس ونربحوا ثقة المواطن. هذا هو، يعطيك الصحة أستاذ هادي حمدون المحامي. نرجع بعد ذلك شيف. مشوارنا مازال معكم مشاهدينا في كوجينة الماتينال، شيف فتحية استنى فينا وباش تورينا الفاسوناج نتاع البسكوي اللي حضرناه مع بعضنا. ألوغ البسكوي هذايا نجي نعمله بودان كما تشوفوا هكا، ونقص مركز السانتي كما تشوفوا فيه، ونحطوا باش نعمل الفاسوناج نتاع الهلال. هذاك علاش هو اسمه كرواسون، خاطر فورمته كيما الهلال. انا معناها الحاجات هذوما تسهل لي الخدمه نتاعهم، كيما التابي، كيما الكورنوات اللي نخدم بهم، كيما الفوي اللي ركبت به من عند سياغ، على خاطر فريمون حاجه ممتازه تعاوني برشا. ما تكثروش ياسر الفارينه باش يعطي فورمه، معناها ما تقعدش مغبره الكعبه. نعملوها هلاله كيما هكا، قلت لك الصياغ يعاوننا في الماتيريال الصغير كيما الكبير.
عنده ينجم يجهز معناها وتلا ريستورانات باتسري بولانجري كوسوسوا بور لاندستريال والا بور لا ميناجير سير عنده الحاجات هذوما زورو في بيربو رقبه والا في تونس طريق بيربو رقبه ولا حمامات والا في تونس في المنزه وين قبه المنزه غاديكا تلقاو زاده عنده شوروم تلقاو دي كونسيي سورتو انا اكثر حاجة فريمون تشديت لها كون عباد تنصحك تقول لك كل حاجة لشنو تصلح سورتو للديبيتون والعباد ما تعرفش تجي تشري حاجات ما تعرفهمش ما تعرفش حتى استعمالهم هذاك علاش تلقاو عباد ينصحوكم كل حاجة إذا كان يعرفك ماكش تستعملها يقول لك لا هذيك راهي بوغ لي بروفيسيونيل ماهيش للدار فهمت يعطيك الصحة وهذيك الحاجة الميزة اللي باش ناخذوا أكثر معلومات عليهم ونزوروا لو دو باج نتاعهم على الانستغرام وعلى الفيسبوك تلقاو لي زارتيكل اللي يبيعوهم الكل تلقاو ارقام الهاتف باش تتواصلوا معاهم لي زانفو لاين بيان سور باش يسهلوا لكم تنقلكم ليهم والا العكس بالعكس هما ينجموا يجيو وياخذوا لي ميزور اللي لازمين الكل سواء في لي باتيسري سواء في لي بولونجري والا لي كويزين بروفيسيونيل اللي تابعين لي ريستورون والا الوتله كيف كيف انتم زاد المغرومين في دياركم تحبوا حاجه بروفيسيونيل بودجي معقول تنجموا تتواصلوا معاهم وتطلبوا البرودوي اللي تحبوا عليه يوصلكم لداركم مشاهدينا هذه يا سياغ ادريس من لي زادريس اللي جبناهم لكم في برنامج الماتينال شيف فتحيه انا هوني تشوفوا في لي كروسون كيفاش حطيتهم نجي ونعمل ضربه بالفرقيطه هكا يلزمهم رشمه نعملوا لهم ضربه بالفرقيطه على اليمين وضربه على اليسار باش يوليو منظرهم مهلل بالقدا هذوما كوشتي قاعده تسخن في المية وسبعين نرميهم في كوشة سخنة 170 مدة 15-20 دقيقة وتشوفوهم ومن بعد نكملوا نزينوهم مع بعضنا خاطر مش هذاك هو يعطيك الصحة مشكورة الشيف فتحي الشواشي مشاهدينا أنا معكم بعد شوية تجوني نشوفوا لي بروسكيتا اللي باش نحضروهم نمشيو لفاطمة صفيد خلينا تويكا نشوفوا التقرير الخاص بمدام زينب البرقاوي إمضاء هلا بن جمعة وآدم الحباري أسلامة أنا أمينة برقاوي بنت زينب هي صاحبة مؤسسة برقاوي للستائر أمي على فوندي السوسيتي هذه عام 1995 بعد ما توفى بابا خذيتها على أمها تجا خذيتها هي من الأول كغرام وبعد ذلك عملت فورماسيون في الديكوراسيون 4 سنين في فرنسا وتوا احنا هزينا المشعل أنا وأختي أنا عاملة أرشيتك دانتيريور وهي عاملة ديكوراسيون دانتيريور هذه المؤسسة اللي فيها هي 100% فيمينين متكونة كم نساء أمي وإحنا جا إحنا شجعوا برشا نساء واللي يخدموا معنا كلهم أغلبيتهم نساء المؤسسة هذه كما قلت لكم عام 95 أول حانوت حالينا اللي هي في العوينة عام 2000 هذه أكبر حانوت اللي هي 300 متر مربع متكون كان توسكي كونسير عن الديكوراسيون كان هما قماشات متاع ريدوات والقماشات متاع الصالونات عنا نابات عنا لي ترانغ الكتريك توسكي جديد ديما نجيبو توسكي جديد احنا كل 3 أشهر عنا الكولكسيون جديدة اللي نهبطوها مدام برقاوي هي اللي تمشي تختار ديزاين متاع القماشات هي اللي تختار حتى الخيوط متاع القماشات والجراماج متاع القماشات هي اللي تختاره بحكم زادة خبرتها والفورماسيون اللي عملتها على القماشات من الحاجات اللي احنا نتميزوا بها واللي احنا ديفيرون على البياعين متاع القماشات الاخرين اول حاجة احنا التيسو ديزاين بتاعنا احنا نختاروه احنا زعما ديزاين يكون متناسب
مع الصالونات التونسية، مع الذوق التونسي، مع الذوق المرأة التونسية اللي هو سايب. الألوان احنا كل 3 أشهر عن الألوان الجديدة اللي تخرج البرا نجيبوها احنا لهنا، مش تمشي مع ألوان الصالونات وألوان البيوت النوم. الحاجات الجديدة زادة اللي عملناها احنا لينا عامين هما الصالونات. احنا طلعوا صالونات سيغ ميزور ابغى الصالونات اللي عندنا الموجودة، ناخدوا زادة صالونات حسب ذوق الكليونت وحسب احنا شنو نقترحوا لها. من الحاجات الجديدة زادة اللي عنا السنة اللي جبناهم هما اللي ترانق الإلكتريك اللي مش بالخيط بالباتري، زعما بالباتري ما غير تقعد تعدي انت في الخيط البريز ديريكتومون تشارجيه وتحطوه ويشدك الشارج حتى 6 أشهر وتحلو تسكر دويك مانيوال ولا بالكوموند متاعك. لي بوينت فونت نتاعنا موجودين، تلقاونا في العوينه مقابلين الثكنه، عندنا في جاردان المنزه بحضر معرض الجاردان، عندنا صفيقه صغوط لافران والحانوت الجديده اللي هي في الحمامات مقابل انتر موبل تلقاو فيها الكوليكسيون الجديده الكل. حاجه اخرى في حوينتنا الكل تلقاو تصوير مدام برقاوي، خاطر فما تولد فما برشا تقليد، فرد بالكم التقليد احنا حوينتنا كلهم فيهم مدام برقاوي. هذا بلوتو تقرير الخاص مدام زينب البرقاوي سيدة الأعمال والخبيرة في كل ما هو مفروشات وستائر. نرجع بحذا لشيف. يعطيك الصحة فاطمة، أكيد باش نرجعوا بحذا شيف فتحية نشوفوها وين وصلت فيها البسكوي اللي قاعدة تحضر فيه، قالت بسكوي كرواسون المنظر بتاعه هلال. أنا البسكوي هذايا طاب مازلت كي خرجته من الكوشة ناخذ السوبودغوز هذايا ونرشوه بشوية سكر جلاس سوبودغوز عند سياخ. تحفظ الحاجة في عطق عمالك الصفية وعاود صب هذه منها فيها وتعاود تسكرها. حاجة خارقة العادة، تزين برشا حاجات، زين جاتوات البسكويات، زين حتى البلاتو اللي باش تحط عليه، يعني تنجم تحط فرقيتا ولا وتسوبودري المعون وتشوفوا مزيانها. هذه توا خاطر كم سوبودريناه سخون يلصق فيها السكر هذاك مع يبرد شوية وندرسيوه. يخليه يبرد شوية وندرسيوه. يعطيك الصحة، مشكورة شيف فتحية. مشاهدينا أنا معاكم باش نحضر سلايطة، قلت لكم اليوم باش نقدموها على الخبز. خذيت هوني طومات سوريز حمراء وخذيت طماطم صفراء هذه جديدة، طماطة لونجي تلقاوها في وسط لي سونتر كوميرسيو، دونك تنجموا تلقاوها في المارشي كيف كيف، دونك هكا المراكز التجارية وغيره عند الخضارة من الزراعات الجيوحرارية في تونس. دونك هنا باش نحط مع هذايا اخترنا اليوم موتزاريلا سوريز حتى هي في الحجم الصغير. انا قسمت الكعب على اثنين، تجي موتزاريلا كيف ما هكا في الماء نتاعها مرنخة من عند مرياح، وتعرفوا الفرماج مرياح 100% حليب، تستحفظوا اذا انتم تستعملوها الكل فبها، سينو الباقي استحفظوا عليه في وسط البواتة في حد ذاتها باش تحفظوها بطريقة صحيحة. مع هذايا باش نحط حبق
اخضر وريقات نتاع حبق يفوحوا مع التومات موتزاريلا هكا. شيشه صغيره فلفل اكحل والا اوريغون والا كان تحبوا شويه استراغون كيف كيف ولا حبق شايح هنا كيف ما تحبوا شيشه صغيره ملح. وعندي هالمكونات كلها حاضره نخلطها شويه في بعضها ومن بعد ناخذ ونزين بها فوق الخبز معها باش نحط طريفات قناريه. بعد ما نزين بهذه عندي قناريه ماريني ماريني حاضر باش معناها في زيتها طايبه مرنخه في الزيت نتاعها محفوظه ناخذ منها طريفات وبروج نزين بهم مع هالتومات موتزاريلا باش ناخذ هكا نحط فوق كعيبه الخبز نتاعي شويه مع كعيبات الطماطم مع وريق تحبق. دونك نزين كيف ما نشتي نجم التاش هذه نعطيها للصغيرات باش نرغبهم انهم ياكلوا الخضر. دونك كعيبه وقتها بنفس الطريقه. هوني عندي شويه قناريه باش ناخذ بريج منها ونحطه مع هالمكونات باش نكمل نزينهم الكل بنفس الطريقه ونقدموهم اليوم على طاولتنا. هكا عندنا سلطه عندنا معها الكعبات الاسبادون اللي طيبناهم كيف ما لحمه التون شفنا كيفاش حاطين عليهم الجارنيتور نتاعهم وخليناهم يطيبوا في الكوشاء. هذا اش عندنا اليوم باش نقدمه لكم. بعد شويه نعاودوا نذكروكم بعناوين اطباقنا في الختام. نمشيو لفاطمه السويد. خلينا نخرجوا فاصل ومن بعد نرجعوا. خطوتين حسيت روحك تعبت وتسد عليك نفس بيان سور تظهر لك حاجه نورمال ملي تقوم الصباح تشد الكحه تحس روحك باش تخنق بيان سور تظهر لك حاجه نورمال في كل تبديل طقس تظهر برونشيت بيان سور تحسها حاجه نورمال. في بالكم اللي الاعراض هذه تنجم تكون علامات مبكره لمرض الانسداد الرئوي المزمن؟ بلا شد عندك نهار الاحد يوم 21 نوفمبر بمناسبه اليوم العالمي لمقاومه مرض الانسداد الرئوي المزمن وبالتنسيق مع مختصي الامراض الصدريه تنظم مخابر اوباليا ريكورداتي مارش في البلفيدير تحت شعار خذ نفس. وهذا الكل خاطر صحتكم عزيزه علينا. مخابر اوباليا ريكورداتي يخليلك صحتك. طلت الأحباب والجارة عالخير تلمينا غمزة وضحكة وتبارة على عزاز علينا. يا اللي بك فرحتنا تحلى بك قعدتنا والعشرة جمعتنا قوتنا في لمتنا. كل عزيز نعطي كارة ونودك يجينا سيكا مية العمارة وبسرها تزهينا. ياللي بك فرحتنا تحلى بك قعدتنا والعشرة جمعتنا قوتنا في لمتنا. سنة نخدموا في أرض كريمة بجهدنا ويدينا ومن مزارعنا نجمعوا حليب صافي من أحسن ما تنتج الطبيعة ونزيد نقف عليه في مصانعنا الضمان جودته العالية. خاطر هو الأصل في صنعتنا وحرفتنا صناعة الأجبان. أجبان مرياح سرها صنعة اليدين حرفة واتقان كل العاملين. وفي خدمتنا نعرفوا لكل حركة مهمة كل شيء محسوب باش نوصلوا ننتجوا جبن بنين ويملى العين. ومهما كان نوع الجبن نعطيوه حقه ياخو وقته وبلاصته ونتبعوه من اللي حضرناه وخدمنا عليه حتى يوصل بين يديكم.
وبأحسن ما ننجو نودوكم وين ما كنتوا، على خاطر بينا أمنتوا وعلينا عملتوا. أجبان مرياح ديما لمحبتكم ساعين. تن البدر صحة ونكهة وبنة، عرفتي توسر تن البدر وهل يخفى القمر؟ انت الحرة بين نساهم، انت الفن وانت للاهم، تصنيفك تفوت قداهم وتشفيهم من نار القايدة. طيب نقلي ولا نشوي معونا كله ما يلصقش، فوق الغاز ولا في الكوشة كي تغسل ما يتجرحش. هذا المعون وهذه أحسن جودة، خلي الناس تشوف ومعنا تعرف الفايدة. أحسن ما في السوق يكون باقي العائلة، بيديك انتي تحفل وتمنى المايدة. OMS Cuisiner Autrement.